الصناعة المصرية خلال ديسمبر الماضي مع ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 2%. وزير التموين يعلن إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10,000 فدان كمرحلة أولى بمحافظة الوادي الجديد. السودان يقرر توحيد سعر الصرف وتبني نظام سعر الصرف المرن. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة اقتصادية مفصلة لهذا اليوم، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية دون البترول الخام خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 2% عن مستواه في نوفمبر السابق عليها. وكشف الجهاز عن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر إلى 99.15%، ويأتي ذلك مع ارتفاع الرقم القياسي للصناعات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا. أعلن وزير التموين علي المصلحي أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان تحتوي على أسواق تجارية ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال توقيع اتفاق ما بين وزارة التموين ومحافظة الوادي الجديد وشركة يونانية. نتابع. وقع الاتفاق وبات في حيز التنفيذ بين وزارة التموين ومحافظة الوادي الجديدة والشركة اليونانية لإنشاء منطقة لوجستية وزراعة 10,000 فدان كمرحلة أولى. هذا المشروع ليس فقط في 10,000 فدان، ولكن يتم زيادتهم فيما بعد إلى 50,000 فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجستية عبارة عن 100 فدان تم طرحها وبجوار الطرق الرئيسية والمطار. المشروع المتكامل ده اللي هو تنمية زراعية على أحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى منطقة لوجستية هيدي دفعة قوية في عملية التنمية في الوادي الجديد. الاتفاقية وبحسب المسؤول الأول عن محافظة الوادي الجديد ستساهم في تطوير الزراعة بالمحافظة وكذلك تطوير التجارة الداخلية والخارجية بها بعد التصدير وجني الأرباح. الشركة دي لها يعني في السوق العالمي واسمها موجود، فاحنا نستفيد بيها في تطوير الصناعات الغذائية في الوادي الجديد، بدل ما احنا كنا بنعمل تمر معبأ ونعمل حاجات معبأة ومفيش عندنا التطور في صناعة المربات والعصائر، بالإضافة للمنطقة اللوجستية اللي قال عليها معالي الوزير إنها برضو هتساعد في إن شاء الله تطوير الصناعة الغذائية في الوادي الجديد اللي هو بيمثل 44% من مساحة مصر، يعمل اكتفاء ذاتي. كل هذا يأتي ضمن خطة طموحة تتبناها وزارة التموين من أجل التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات وجذب الاستثمارات في التجارة الداخلية لتطويرها. الميزة النسبية لهذا المشروع إن هو مشروع متكامل، فضلا إن هناك تقنيات حديثة ونقل معرفة، الأمر الذي دعا فخامة الرئيس أن يكون هناك مشاركة مع الشركة اليونانية، وتم التوقيع من حيث المبدأ على عقد تفاهم ومذكرة تفاهم ما بين الجانب المصري والجانب اليوناني. وقبل هذا التوقيع كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اجتمع مع مدير المديريات من أجل مبادرة حياة كريمة وتوصيل الغاز للمخابز. تحويل المخابز من السولار للغاز لما له من فوائد كتيرة جدا، سواء في جودة المنتج، سواء الأمان، سواء تقليل التكاليف، سواء كل هذه الأمور، بالإضافة إلى أن احنا عندنا الحمد لله بقى عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وقد نصدر في القريب العاجل. وعليها فإن كل المشروعات في حيز التنفيذ وبحسب خبراء فإنها ستساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالتجارة الداخلية. رمضان الشحات، النيلة. أكد وزير المالية محمد معيط أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في مصر الرقمية وفقا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، ضمانا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية. وأكد معيط على تمسك الدولة بالمضي قدما في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، مشيرا إلى مشروع تطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية لتبسيط ورقمنة الإجراءات.
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى مستوى 7,001,500,000,000 جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات جنيه. ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 42%، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.86%. أعلن وزير البترول طارق الملا أن خطة الوزارة لزيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود بمختلف المحافظات وعلى الطرق السريعة تسير وفق ما هو مخطط لها وتحقق مستهدفاتها. زيادة أعداد وانتشار محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وعلى الطرق السريعة تسير وفق المخطط لها وتحقق مستهدفاتها. تصريحات جاءت من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال افتتاحية محطة جديدة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع سكة الويلي بمنطقة حدائق القبة. في إطار المشروع القومي لانتشار استخدام الوقود الغاز الطبيعي المضغوط كوقود نظيف ورخيص ومتوفر للمواطنين، فاحنا الحقيقة بنتوسع في هذا النشاط وبندعم التوسع فيه وعاملين خطة طموحة لنصل بالمحطات الموجودة النهاردة لتعمل بالغاز الطبيعي لألف محطة من أساس 200 محطة تقريبا. فلكي نفعل ذلك فاحنا بنزود قدرات المحطات الموجودة، بنوسع النشاط فيها أو بنضيف نشاط غاز طبيعي لمحطات وقود تقليدي أو بنبني محطات جديدة للعمل بالغاز الطبيعي. كلها مشروعات بتمشي بالتوازي وبتاخد المشروع من أول شمال مصر لغاية جنوب مصر ومن شرقها إلى غربها، يعني في كل محافظات الجمهورية هذا المشروع القومي. المواطنون أعربوا عن سعادتهم بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والذي سيسهم في تحسين معيشتهم. موتور العربية كفاءته عالية جدا، ما أثرش عليها نهائي، وتوفير الغاز بالنسبة للبنزين ما يعادل 50%. اقتصادي وموفر وصديق للبيئة وما شاء الله الحمد لله، يعني ويوفر معاه في الزيت ويوفر معاه في الغيارات الزيت والكيلومتر برضه يوفر معاه 1200 جنيه في الشهر. جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك نظرا لتكلفته المنخفضة مقارنة مع البنزين والسولار، كما أنه يتميز أيضا بأنه صديق للبيئة. أحمد أبو علم، النيل. وصلت ناقلة غاز مسال إلى رصيف الشحن بمصنع الإسالة بدمياط تمهيدا لشحن أول طلبية غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات. وكانت مصادر مسؤولة بقطاع البترول قد كشفت عن أنه تم الانتهاء من تجهيز أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة استعدادا لتصديرها قبل نهاية فبراير الجاري، مرجحة أن تتراوح حجم الشحنة ما بين 150 إلى 160 ألف متر مكعب غاز. عقدت شركة الصالحية للاستثمار إحدى الشركات الحكومية العاملة في مجال الزراعات العضوية الأورجانيك عرضت اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات الأوروبية العاملة في الزراعات العضوية لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية. الزراعة العضوية أو الأورجانيك هي نظام إنتاج يتجنب استخدام مبيدات الآفات والأسمدة الصناعية المركبة، وتعتمد بشكل أساسي على الأسمدة الطبيعية الخضراء. ها هنا وفود أوروبية تبدي إعجابها الشديد بالتجربة المصرية في جودة هذه المنتجات على مستوى الخضر بجميع أنواعها وكذلك الموالح كمنتجات آمنة وصحية. هذه المنتجات منتجات أورجانيك ذات جودة عالية وخالية من أي مواد كيماوية، لذلك قررنا أن نفتح أسواقا جديدة في أسبانيا لهذه المنتجات. وكنتيجة مباشرة لجودة المنتج المصري لكونه منتج صحي وصديق للبيئة، يتم إنشاء عدد من المشروعات المصرية الأسبانية المشتركة لخدمة التصنيع الزراعي عبر شركة الصالحية للاستثمار والتنمية. لن نكتفي باستيراد هذه المنتجات عالية الجودة من مصر فحسب، بل سنقوم بإنشاء مصانع لخدمة التصنيع الزراعي. إذن هو نهج للشركات العاملة في المجال الزراعي نحو
توجه الحكومة عبر توسعها في زراعة منتجات زراعية تتميز بالجودة العالية والتي تخدم الصحة والبيئة. الزراعة العضوية الخالية من الأسمدة الكيميائية أصبحت تمثل ضرورة حتمية لما تحققه من فائدة على مستوى صحة الإنسان من جانب، فضلا عن أنها صديقة للبيئة من جانب الآخر، بالإضافة إلى قدرتها على فتح أسواق خارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء على مستوى الخضر أو الفاكهة. من شركة الصلاحية للاستثمار والتنمية بمحافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل. أعلن بنك السودان المركزي أن الحكومة الانتقالية قررت تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن. وأصدر المركزي السوداني منشورات وضوابط منه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارا من اليوم الأحد، وتهدف تلك الخطوة إلى توحيد واستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعميق العلاقات مع المؤسسات النقدية العالمية. عودة للشأن المحلي، حيث تتواصل أعمال وفعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتقليدية في نسخته 61. نتابع. لليوم السادس على التوالي يواصل معرض وزارة التضامن الاجتماعي ديارنا للحرف اليدوية في استقبال المواطنين تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، ويستمر حتى 25 من فبراير الجاري. عاملة المشروع ده أنا وأختي نشوة، شغل هاند ميد كله، كروشيه، فساتين، بلوزات، شنط، ايس كابات. درب هناك ستات البيوت اللي موجودين وباخدهم بيور خالص، ما عندهمش اي خلفيه عن الموضوع، بعلمهم يشتغلوا بطريقتي وبقطع وبخرم انا الديزاين وبديه لهم هم في البيت، بقى بيخيطوا ويرجعوا يجيبوا لي الحاجه، فبقدر اساعدهم بتوفير وظايف يعني. ذوي الهمم كان لهم نصيب من المعرض كخطوه من الدوله لدمجهم في المجتمع. عمر بيصنع الشمع وبيعمل شويه اكسسوارات، هو شاطر وبيسوق بسرعه، بقى له المشروع دوت بقى له 4 سنين والحمد لله اتمكن منه. احنا بنحضر له الحاجه، بنجيب له بابا بيحضر له، بيجي له مادة الخام وبيجيب له الأوالي، بيحضر له كل حاجة، وهو بيشتغل لوحده في المطبخ الحمد لله. السنة ده عدد السلطور، ده عدد المفاير، ده عدد الورغ، وده عدد الدبوط. حالة من الزحام شهدها المعرض في يومه السادس، حيث أعرب الجمهور عن رضائه بالمنتجات اليدوية. فكرة المعرض للحرف التراثية دي حاجة كويسة طبعا، التعريف بيها، في ناس كتير ما كانتش تعرف ان في حرف موجودة في مصر بالجودة دي، ومن كل الاقاليم يعني كل محافظات مصر مشاركه في المعرض. في ناس ما كناش مثلا بنشوفها كتير، مثلا حلايب وشلاتين فنازلين طبعا بقوه يعني. ديارنا اول ما بلاقيهم مشتركين بنزل على طول، بيلفت نظري منتجات طبعا قريه تونس اللي في الفيوم رائعه، الحاجات السيناويه، اللبس السيناوي. عجبني جدا جدا الشغل بتاع السجاد، شغل الالباستر، الالباستر التركواز والالباستر المتلون، شغل جميل قوي. كل الحاجات المصرية بصراحة جميلة، بالذات الهاند ميد، في حاجات كمان معمولة بجذوع النخل. أنا جيت قبل كده ودي تاني مرة، اشتريت حاجات جلد واشتريت مفارش للسرير واشتريت أشغال الخوص، كلها حاجات جميلة يعني. يقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة. محمد الخطيب، النيل. وفي النهاية مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. تحسن أداء الصناعة المصرية خلال ديسمبر الماضي مع ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 2%. وزير التموين يعلن إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10,000 فدان كمرحلة أولى في محافظة الوادي الجديد. والسودان يقرر توحيد سعر الصرف وتبني نظام سعر الصرف المرن. وهنا مشاهدينا تنتهي النشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.